احبتي، هذا هو عيد الاضحى الذي يمثل لنا ركائز خمسة. الركيزة الاولى انه عيد الوفاء، ثم التضحية، ثم تواصل هذا الدين كحلقات من لدن ابينا ادم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بالحلقات الإيمانية والحلقات النورانية التي جاء بها الرسل الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم الأمر الرابع وقفة مع النفس، أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا ومع غيرنا، لأننا لابد أن نتغير إلى الأفضل، ويكون عيد الأضحى أن يضحي الإنسان بكثير من أهوائه ورغباته التي لا ترضي الله ولا ترضي المؤمنين ولا ترضي هذه الأرض التي نعيش عليها، التي هي تشاركنا ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الخامس فهو كيف في عيد الأضحى وغيره نعرض إسلامنا على الناس، ليس بخلقنا ولكن بخلق رسول الله، وليس بسلوكنا ولكن بسلوك رسول الله، وليس على طريقتنا وعلى عصبيتنا وانفعالاتنا مع بعضنا البعض أو مع الآخرين الذين نعيش بينهم ويعيشون معنا. أحبتي في الله، سيدنا إبراهيم وقد أمره الله أن يرفع القواعد من البيت ويساعده إسماعيل عليه السلام، وهما يدعوان رب العباد عز وجل، أربع دعوات استجابها رب العباد ولكن أعاد ترتيبها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه الركيزة الأولى، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله عز وجل يستجيب للخليل ولكن يعيد الترتيب، يعني ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية هي جانب الأخلاق، فجعل الخليل جانب الأخلاق الركيزة أو الترتيب الرابع للمهمة المحمدية. لكن الله عندما استجاب دعوة الخليل عليه السلام أبو الأنبياء من على المؤمنين وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، تلاوة الآيات، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله جعل التزكية الأخلاق يعني هي الركيزة الثانية في الإسلام. والعجيب أن مادة الخلق في الإسلام والآيات التي تتحدث عن الأخلاق 1504 آية، وهي ربع القرآن وهي ربع المهمة المحمدية. إذن جانب الأخلاق هو الجانب الذي ربى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، فجهز الساجد قبل أن يبني المساجد عالما بمفاتيح الشخصيات التي يتعامل معها. ونحن إلى الآن لم ندرك مفاتيح شخصيات زوجاتنا التي يعيشن في بيوتنا، ولا الزوجات، لا الزوجات يدركن تماما، لأن المرأة ذكية تدرك ولا تتكلم مفاتيح شخصية زوجها. أنت إن أدركت مفتاح شخصية زوجتك ومفاتيح شخصية أولادك ومفاتيح شخصية الناس، الناس سبحان الله العظيم تريد أن تطرق على قلوبها برفق، وليس تطرق، ولا تطرق بعنف، ولا تطرق الباب إذا طرقته أنا بعنف حصل فزع لمن داخل البيت. القلب هكذا. يعني أضرب لك مثالا، سيدنا عمر رضوان الله عليه خطب بنت أبي بكر أخت عائشة وهو أمير للمؤمنين، فإذا بالبنت تفاجئ أختها عائشة أنها لا تريد الزواج بعمر. هذه قصة. فاستحت عائشة ماذا تقول لأمير المؤمنين وهي تجل وتحترمه، فاستعانت بالمغيرة بن شعبة، يا مغيرة إن عمر أمير المؤمنين خطب أختي وأختي تأبى أن تتزوج بعمر، ترى أنه إنسان شديد، أنه إنسان قوي النزعة، أنه إنسان ربما لا يجيد التعامل معها كما كان أبوها، وكان أبوها منتهى الرقة.
فقال لها انا اكفيك يا ام المؤمنين. فذهبت ذهب المغيرة الى عمر وقال له يا امير المؤمنين بلغني انك تريد ان تخطب بنت اخيك ابي بكر. قال له نعم. قال يا امير المؤمنين انت يعني نحن كرجال نخاف منك وانت شديد علينا، وكيف لك ان تتزوج بنت الصديق وانت تدري كيف كان ابوها يعاملها، فاذا اذيتها دون ان تدري ماذا تقول لابي بكر يوم القيامه؟ قال ماذا اصنع مع ام المؤمنين عائشه؟ لقد وعدتها ان اخطبها. قال انا اكفك هذا الامر يا امير المؤمنين. وعاد المغيره الى عائشه ويقول قد فسخ عمر رايه او تحلل من رايه، نتيجه انه ادرك مفتاح عمر. اما سلمان الفارسي الاتي من فارس كان رجلا متواضعا، لكن العنصر الفارسي فيه نزعه يعني عزه نفس. فسلمان خطب بنت عمر ابن الخطاب، فاذا ببنت عمر ترفض ان تتزوج سلمان. لماذا؟ سلمان رجل متقشف، رجل يعيش شظف حياه. قالت يعني انتقل من بيت ابي، عباره عن الشده والشظف في العيش، وانتقل لبيت سلمان، انا اريد رجلا ثريا اشعر ببحبحه في الحياه. فماذا تصنع؟ اشتكت لاخيها عبد الله بن عمر، خافت من ابيها. فذهب عبد الله بن عمر يستعين بعمرو بن العاص كبير السياسيين العرب المسلمين. قال له يا عماه ان اختي رفضت ان تتزوج بسلمان وخافت ان تقول لابي عمر بن الخطاب، فماذا نصنع؟ قال انا اكفك المساله. وذهب عمرو بن العاص للمسجد وصلى بجوار سلمان. قال له يا سلمان مفتاح شخصيه، هنيئا لك تواضع امير المؤمنين ان يعطيك ابنته، هنيئا لك ان امير المؤمنين عمر يتواضع ويتنزل ويعطيك ابنته. اثار هذا شيء في عزه نفس سلمان. قال ماذا تقول؟ قال اقول اهنئك على تواضع امير المؤمنين وتنازله ان يعطيك ابنته. قال من عمر بن الخطاب؟ من هذا عمر بن الخطاب الذي يتنازل ويتواضع؟ والله لا تزوج ابنته ابدا. وعاد عمرو بن العاص بالبشرى لعبد الله بن عمر، ادرك شخصية زوجتك تستريح وتريح، يعني زوجتك تطلب منك امرا في اليوم 9 مرات، تمام؟ كل مرة لها طريقة، لكن انت عنيف في طريقة رد، تظن انها هي تكرر او هي ملحة او هي يعني تثقل عليك في مطالبها. ادرك نفسية الناس. اذا دخلت المسجد ورأيت إنسان بطبيعته عصبي، بطبيعته يعني لا يريح الناس، دخل رجل على عمر يقول يا أمير المؤمنين وليني ولاية، أنا أريد أكون واليا. فقال مر علي غدا. جاء في اليوم التالي دخل الرجل، رأى عمر على 4 وأبناء عمر على ظهره ويدور فيهم بالبيت. وقف الرجل مشدودا، ما هذا؟ قال ماذا تصنع أنت مع أولادك؟ قال انا اذا دخلت فر الواقف واستيقظ النائم وتحرك. قال اذا كنت غير رحيم مع ابنائك فكيف اوليك ولاية وتكون رحيما مع ابناء المسلمين؟ احبتي في الله، ادركوا مفاتيح شخصيات الناس، واعلموا اننا جئنا من بيئات مختلفة، واننا سبحان الله الملائكة الان التي تحيط بالمكان وتكتب الثواب لصلواتنا وعبادتنا واستماعنا للخطبة وذكرنا لله لا تفرق بين فلان وفلان، لا تقول ان هذا من جنسية كذا وهذا من عرقية كذا وهذا اوروبي وهذا افريقي ابدا، ولا تقول ان هذا تبع الجماعة الفلانية لا نكتب له ثوابا، اما هذا الذي يتبع جماعة كذا انني اكتب له ثوابا، وهذا تبع المذهب الفلاني نقبل صلاته وهذا تبع المذهب الاخر لا نقبل صلاته. هذا كلام غير منطقي وغير موجود. احبتي، وجب علينا ان نظهر للذين نعيش بينهم ونشعر بينهم بالامن والامان في هذه البلاد واننا جزء منهم، ان نشعرهم بعظمة هذا الدين وان نشعرهم باخلاق هذا الدين. لا نعرض عليهم عاداتنا، لا نعرض عليهم سبحان الله انفسنا العجيبة. انت اذا جلست في مطعم او مقهى وسمعت صوتا مرتفعا
تعلم أن في هذا الجانب جنس معين. لماذا لا نخفض أصواتنا؟ هل قال سيدنا لقمان لولده وارفع من صوتك، أم قال له واغضب من صوتك؟ يعني أنا مأمور كما وصى لقمان ولده أن أغض من صوت. لماذا صوتنا مرتفع؟ لماذا نتكلم بهذا الأسلوب؟ لماذا إذا تكلمنا يشيح بعضنا لبعض؟ أليس تبسمنا في وجه أخينا صدقة؟ قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقالت امرأة تشكو إلي: يا شيخ زوجي من 20 سنة ما ابتسم في وجهي مرة. فقلت له: يا أخي يا لم تسمع قول رسول الله تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ قال: نعم، تبسمك في وجه أخيك مش في وجه زوجتك. سبحان الله، يعني هو يفرق الابتسامة تعطى للأخ ولا تعطى. هذا ليس منطقا، هذا ليس عقلا. أحبتي في الله، وجب علينا أن نتعامل بحيث يرانا الآخر يسر بنا. إذا رأى أولادنا في المدارس يقول: يا ليت أولادي مثلهم. إذا رأى بناتنا في الجامعات يقول: يا ليت بنتي مثلهم. إذا رأى سلوكك في العمل يقول: أنا أريد أن أكون هكذا. فالإنسان يعني سبحان الله، الأخلاق لغة عالمية أجادها الصحابة وفهمها الناس جميعا. فنحن نريد أن نعود إلى سلوكياتنا وأخلاقنا والتي هي من منبع الكتاب والسنة، ليس من طبائع عاداتنا التي جئنا بها. نحن جئنا بموروثات معينة ليست من الدين في شيء، لا يجب أن تعممها، وإنما يجب أن تظهر لنا خلق الإسلام وسلوك الإسلام وتعامل الإسلام. أحبتي في الله، وجب علينا في عيد الأضحى وهو عيد الوفاء أن نعلم قدر هذه المرأة العظيمة أمنا هاجر، التي أخذنا عنها مناسك من مناسك الحج والعمرة، وهي تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لولدها، فإذا رب العباد عز وجل تطلب هي على قدرها كأسا من ماء أو جرعة من ماء، إذا برب العباد يعطيها على قدره ويعطيها بئر زمزم يشرب منه العالم كله بفضل الله على مر الزمن، لأن عطاء الله مدهش. فإذا ضاقت عليك الحياة اطرق باب الله عز وجل وقل: هذا ولدي المريض سوف يشفى، هذه بنتي التي عندها مشكلة سوف تحل، هذه القضية التي بيني وبين زوجتي اتق الله رب العالمين حتى يعني ييسر الله بيني وبينها، لأن الله أنزل الإصلاح من السماء ما بين الأزواج وأصلحنا له زوجة. لا، أنت لا تصلح، أنت تصلح العلاقة بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. وأنت يا ابنتي أصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك ما بينك وبين زوجتك. والعدو الأساسي لنا جميعا هو الشيطان. زوجتك ليست عدوا لك، جارك ليس عدوا لك، زميلك ليس عدوا لك. هو له دين أو له عقيدة أو له فقه معين أو له مذهب معين، يجب أن يسعنا الأمر جميعا ولنعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أحبتي في الله، هذا هو عيد الأضحى الذي هو عيد الوفاء لهذا الإنسان العظيم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، عندما أراد أن يضحي بابنه، أو عندما أمره الله أن يذبح ابنه وأعانه ولده على طاعته: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أحبتي، إن الأمر يحتاج إلى هدوء، وددنا أن يهدأ العالم كله، وأن تعود السكينة إلى هذه الأرض، وأن يعود السلام إلى هذه الأرض، وأن يحيا الناس متصلين برب الناس سبحانه وتعالى، وليسعنا الاختلاف وتسعنا هذه الاختلافات التي هي عبارة عن تكاملية وليست تضادية. وإذا اختلفت مع أخي سواء مسلم أو غير مسلم على هذه الأرض، وجب علي أن يكون هذا الاختلاف هو اختلاف تكامل، واختلاف سبحان الله يعني سبحان الله بناء وليس اختلاف هدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يلا يلا سكر الباب.